معنا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلنا فراس لطفي. فراس، مبدئيا كيف هو الوضع الآن مقارنة بالساعات الماضية؟ يعني الآن هدأت حدة التوتر في الجانب الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، قصف مواقع كما قال الجيش الإسرائيلي على 3 مرات متتالية خلال ساعتين بعد إطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. لكن الحياة هنا في منطقة كريات شمونة والتجمعات السكانية الإسرائيلية المحيطة بها تسير بشكل طبيعي واعتيادي. هنا حيث سقط فضيلة أحد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، تم إخماد الحرائق بالإطفائية الإسرائيلية وتم انتشال أو سحب الصاروخ، حيث شاهدناه صاروخ صغير بدائي. وتقول التقديرات الإسرائيلية بأن هذا النوع من الصواريخ هو بيد فصائل فلسطينية صغيرة لا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، ولكن كما ذكرتم في سياق الخبر توجيه أصابع الاتهام إلى جهتين رسميتين، الجهة الحكومة اللبنانية عفوا، والجهة الأخرى هي حزب الله الذي يسيطر على الجنوب اللبناني، وهو ما يقوم بخرق القرار 1701 بشكل متكرر. وبالتالي الدعوات الآن في إسرائيل للعالم لمجلس الأمن بضرورة لجم هذه الخروقات من حزب الله الذي يسيطر على منطقة جنوب لبنان كما تقول إسرائيل. وبالتالي فإن أي فعل عسكري أو غير عسكري، أي تحرك، هو بمثابة يعني اتهام مباشر لحزب الله بمحاولة تصعيد وتفعيل الأوضاع الأمنية على طرفي الحدود. هذا الإطلاق هو الإطلاق الخامس إذا صح التعبير من حوالي أكثر من 4 أشهر، وبالتالي نحن نتحدث عن إطلاقات متكررة تم التعامل معها بشكل محاصر ومحدود، استهداف لمصادر إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. ولكن خصوصية التوقيت جاءت بعد تصاعد وتوتر الوضع الأمني على خلفية استهداف ناقلة النفط ميرسر ستريت، والتي تطالب إسرائيل العالم بضرورة وقف إيران عند حدها، والتي تشكل تهديدا كبيرا. بيني جانتس اليوم كان أمام إحاطة لسفراء وقناصل أوروبيين أطلعهم على القدرات للطائرات المسيرة لإيران، وأشار بإصبعه لمن يقف خلف هذا الاستهداف وقال بأنه إبراهيم أراجاني. شكرا فراس لطفي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.